السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة على قناة علوم الحياة والأرض للجميع. حصة اليوم غادي نتناولوا من خلالها تمرين تهم الخبر الوراثي، والتمرين كان من تمارين الفرد الوطني 2017. مرض الليفية الكيسية ميكوفيسيدوز مرض وراثي يتميز بإفراز الخلايا الظهارية لمخاط جد لزيج خصوصا في مستوى الرئتين والجهاز الهضمي. من أجل تحديد الأصل الوراثي لهذا المرض نقدم المعطيات الآتية. اكتشف الباحثون سنة 1989 أن أعراض مرض الليفية الكيسية ترتبط ببروتين غشائي. شنو بروتين غشائي؟ بروتين يوجد في الغشاء السيتوبلازمي يدعى CFTR الذي يسمح بخروج أيونات سائل موا خارج الخلية، مما يؤدي إلى الرفع من ميوعات المخاطة وتسهيل طرحه خارج الجسم. إذا شنو الدور ديال هذا CFTR اللي هو بروتين غشائي؟ يسمح بخروج سائل موا، الشيء الذي يؤدي إلى سهولة طرح المخاطة. تقدم الوثيقة واحد العلاقة بين بنية هذا البروتين وحالة المخاطة عند الشخص السليم وآخر مصاب بمرض الليفية الكيسية. إذا السؤال الأول، باستغلال معطيات الوثيقة واحد، بين سبب أعراض المرض واستنتج العلاقة بروتين صفة. إذا هنا عندنا توجيه المكان وجود الجواب. منين غادي نجيبوا الجواب؟ من الوثيقة واحد، ماشي من اللي حفظناه ولا قرينا، ولكن الجواب ديالاش من سؤال سبب أعراض المرض. إذا ما هي سبب أعراض المرض؟ غادي نخرجوها انطلاقا من الوثيقة واحد. إذن في الوثيقة واحد عندنا خلية ظهار لشخص مريض وخلية ظهار لشخص سليم. إذن عند شخص سليم بروتين CFTR عادي غادي يرتبط بالغشاء السيتوبلازمي ويسمح بخروج سائل موان. هذا الشيء اللي قريناه في المدخل. بغينا السبب ديال المرض، إذن غادي من خلال الوصف ديالنا لخلية ظهار شخص مريض هذاك هو اللي غادي نعطيه كسبب ديال الأعراض ديال المرض. إذا عندنا بروتين CFTR غير عادي، بالتالي هذا CFTR لن يرتبط مع الغشاء السيتوبلازمي. الوصف ديالنا ديال الوثيقة اللي تنكتبو، الشيء الذي لن يسمح بخروج سائل موان. أنت سائل موان ما خرجتش من الوسط الخارجي، بالتالي تصبح المخاطة لزجة ويصعب طرحها. من بعد طلبوا منا استنتج هنا بمثابة توضح العلاقة بروتين. باستغلال هذا المعطى غادي نبينوا العلاقة بروتين صفة. إذن إذا كان بروتين CFTR عادي غادي يكون عندنا الشخص سليم. إذا كان بروتين CFTR غير عادي أو مغير سوف يصبح الشخص مريض. إذا صفة سليم أو مريض مرتبطة بحالة البروتين. إذا نرجعوا للسؤال ديالنا، ملي تيقول لك استنتج العلاقة، بمعنى بغيت توضح من خلال هذا المثال علاقة بروتين صفة. من المثال اللي عطاونا؟ إذا هذا البروتين هذا هو اللي غادي نستغلو. تنعرفوا كاملين أن البروتين هو الذي يمثل الصفة أو الدور الذي يلعبه البروتين يمثل الصفة. هذا الكلام هذا كان معلومة عرفتوها من الدرس ديالكم، ولكن ما طالبينش هذه المعلومة، طالبين من خلال هذا المثال اللي عطاوك تبين اش العلاقة كاينة بين البروتين وبين الصفة. إذا عندك هنا بروتين غير عادي غادي يعطينا صفة تتمثل في كون شخص مريض. بروتين CFTR عادي غادي يظهر أو غادي تكون الصفة هي شخص سليم. إذا العلاقة ما بين البروتين والصفة، فكل تغيير على مستوى البروتين يؤدي إلى تغيير الصفة، فالبروتين هو الصفة. ننتقل لتتمة التمرين. تتحكم في تركيب بروتين CFTR مورد تحمل نفس الاسم. تقدم الوثيقة 2 جزء من الأولى بالمنسوخ القابل للنسخ، بمعنى ما غاديش نقلبو على نصابو اللولب المنسوخ. إذا مباشرة نخرجوا لها غير المساجي ديالنا من هذا اللولب. للحالي CFTR عند الشخص السليم وجزء من اللولب المنسوخ أو القابل للنسخ للحالي CFTR عند الشخص مصاب بمرض الليفية الكيسية. تمثل الوثيقة 3 مستخرجة من جدول الرمز الوراثي.
إذا السؤال على الشكل التالي: بالاعتماد على وثيقتين 2 و 3، أعطي متتاليات A غير النساجي ومتتاليات الأحماض الأمينة المقابلة للجزيئات الحليلين CF تاء غدا الشخص السليم وعند الشخص المريض، ثم فسر الأصل الوراثي. إذا تنعرفوا نخرجوا لها غير النساجي انطلاقا من الأب تاء إن. إذا لها غير النساجي ردوا البال ما تنكتبوش فيها الأوراسيل. إذا بحال هنا تي في لها غير النساجي تكون A A ثم U عند الشخص السليم، ثم A U C ثم A U C ثم U U U G G U ثم G أوراسيل أوراسيل ثم أوراسيل C C. بنفس الطريقة عند الشخص المريض غادي نخرجوا لها غير المساجي ديالو مزيان، ومن بعد بالاستعانة بهاد جدول الرمز الوراثي تنحددوا الأحماض الأمينية. المشكل فين كاين هو فهم هذا السؤال، فسر الأصل الوراثي. إذا ما تيقول لك فسر الأصل الوراثي بمعنى تقول أش من خلل وقع على مستوى المورثة باش حصلنا على هذه الصفة الجديدة اللي هي شخص مريض. إذا أعيد مرة أخرى الوقت فاش غادي تسمعوا فسر إكسبليكي. لوريجين جينيتيك نفسر أصل وراثي لهذا المرض راه بمعنى ما هو الأصل الوراثي، بمعنى ما هو التغيير الذي حدث على مستوى المورثة والذي أدى إلى ظهور المرض. إذا هذا فسر ما تعودوش تعطيوها اهتمام كبير، شوفوا اللي تابعها الأصل الوراثي. إذا ما غتقول شنو هو الأصل الوراثي، شنو هو التغيير اللي حدث على صعيد المورثة. إذا باش نتوصلوا ليه غادي نقوموا بالعملية التالية. عندنا هنا حالي المورثة عند الشخص السليم، وهنا حالي المورثة عند الشخص المريض. غادي نقارنوا من اليسار لليمين. إذا تي هي كاينة، تيمين هي كاينة، أدينين هي 505. دوز دور الأخرى، تي هي كاينة، أ جي كاينة، ثم عند الأخرى تي عند الشخص العادي، هي عند الشخص المريض أ جي، عند الشخص السليم كاين أ أ أ، هنا كاين سي سي أ. مزيان. إذا هنا ممكن نتخيلوا عند راسنا الجواب التالي أنه تم استبدال أ في سي و أ في سي. إذا الطفرة ديال استبدال، وباش ما تطيحوش في هذا الخطا غادي ندوزو لهاد الثلاثيه هادي سي سي ا. هي هادي هاد سي سي ا، وهاد الثلاثيه الثانيه هي هادي سي سي ا هنا، و ا جي جي هي هادي اللي هنا. اذا خلينا هاديك اللي فيها المشكل اللي ما لقيناش ليها المثيل عند الشخص السليم، وشتنا اللي تابعينها ثلاثيات عند الشخص السليم اللي تابعين هذيك الثلاثيه اللي ما لقيناهاش عند الشخص المصاب، لقيناهم متواجدين عند الشخص المصاب هذوك الثلاثيات كاملين. اش غادي نقولوا هنا؟ ضياع هاد الثلاثيه 508. ثم كذلك باش تاكدوا راه كاين الضياع، الا خدينا هاد العدد ديال النكليوتيدات عند الشخص السليم وحسبناهم، غادي نلقاو عند الشخص المريض عدد النكليوتيدات قل ناقص. هذا يعني انه راه وجود ضياع، ملي تضيع النكليوتيدات بمعنى غادي ينقص العدد ديالو. اذا اعيد، قارنا ثلاثيه نكليوتيد بنكليوتيد حتى وصلنا لهنا ما لقيناش مقابل ديال هاد الثلاثه هادو هنا عند الشخص المريض. منين فتنا هذيك الثلاثيه اللي فيها المشكل لقينا باقي هاد الثلاثيات موجودين هنا. اذا قلنا ضياع ثلاثيه وتنحددوا الموقع ديالها 508 ا ا ا. احنا حددنا التغيير، ثم واحد الجمله ان هاد الطفره ديال ضياع هاد النكليوتيدات الثلاثه ادت الى تركيب بروتين غير عادي، شيء الذي ادى الى ظهور المرض. هذا هو الاصل الوراثي المرض الليفية الكيسية. إذا عندنا هنا عناصر الإجابة ديال الأسئلة ديالنا، وبالتالي
وصلنا للنهاية، تتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا استفدتوا. ما تبخلوش على القناة بالدعم ديالكم عبر البرتاج بالأصدقاء ديالكم. إلى اللقاء، الله يوفقكم.